نشر الفنان المغربي مراد العشابي رسالة مؤثرة عبر حسابه على الانستغرام، دعا فيها بالشفاء العاجل للفنان القدير محمد الخلفي، وعبر العشابي عن حبه واحترامه الكبيرين للخلفي متمنيا له الصحة والعافية. ونشر العشابي صورا جمعته بمحمد الخلفي وأرفقها بتعليق يقول: الله يحفظك ويشافيك، الحمد لله على كل حال، القلب الكبير والرجل الطيب.